لا تشوف فيديو اليوم في وقت متأخر من الليل، ولا تشوفه إذا كان قلبك ضعيف، لأن بهالفيديو راح أجيب لكم أكثر 10 ألغاز مخيفة في تاريخ الألعاب. فيلا خلنا نبدأ. قبل أبدأ الفيديو اليوم شباب، بس حاب أعلم بشكل جدا سريع عن الفائز بالجيفوي الأخير على سماعة أسترو A50 وأعلن عن الجيفوي الجديد. فإذا ما يهمك الموضوع وتبي تبدأ الفيديو على طول، قدم الفيديو للدقيقة اللي شايفها قدامك حاليا. الجيفوي كان على 4 فيديوهات شايفينها قدامكم، واخترت الفائز من فيديو ألعاب تستغل اللاعبين وتسرق فلوسهم، والفائز معنا هو عبد الرحمن العراقي. ان شاء الله الف مبروك. وجيفوي الشهر مو على السماعه او يد بلاي ستيشن او كيبورد احترافي بسعر 1000 ريال، لا، جيفوي الشهر مقدم من محلات جي كي جيمز على السيجا ميني درايف الجديد. ممكن حد يقول بشار هالجهاز صار نازل 20 سنه تقريبا، لا، هالجهاز نزل من شهر تقريبا، والجهاز بيدعم سلك HDMI وبيجي معاه كيبل HDMI. ما اظن انه 20 سنه كان عندهم HDMI. شركه سيجا نزلت هالجهاز من جديد عشان نرجع فيه ذكريات طفوله. بيجي معاه يدين تحكم وفي 40 لعبه من اقوى واشهر العاب سيجا القديمه مثل سونيك، ستريت فايتر، وميجا مان. فجهاز جدا حلو تجيبه على البيت وترجع فيه ذكريات. تلاقوه حاليا موجود بكل مكان بسعر 400 درهم او ريال سعودي. فإذا كنت حابب تفوت بفرصة الفوز على الجهاز، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق. في لعبة Resident Evil 4 في أحد البحيرات الهادية اللي ما تسمع جنبها لا صوت بشر ولا زومبي وفيها شوية أسماك، لو قررت أنك تصيد الأسماك أو تطلق عليهم بسلاحك هذا اللي رح يصير لك. في لعبة GTA V بأحد الأجبال العالية باللعبة، لو رحت عليها الساعة 11 بالليل بالضبط بتوقيت اللعبة، فراح يكون في احتمالية جدا كبيرة انك تشوف هالجنية. في لعبة فيسر هاوس اوف هيرر في سلاح معين لو اخذته ودخلت على البيت وضربت فيه راس الغزال اللي متعلق على الحيط، هذا الشيء اللي رح يصير. في لعبة شوتر سكيل سبيشال فورس 2 في احد البيوت شكلها جدا مخيف ومظلم، لو قربت على هالبيت ورميت قنبلة فلاش هالشي اللي رح يصير. بلعبة هالف لايف 2 في زومبي موجودين بكثرة في اللعبة، فينك تقتلهم بشكل عادي او تحرقهم، لو حرقتهم رح تسمع صريخهم كالتالي. لو سجلت صوت صراخ الزومبي وحطيته على اي برنامج على الكمبيوتر وعكست الصوت رح تسمع انه الزومبي عم يناديك لتساعده، عم بيقول لك help me. help me.
لعبة Call of Duty Black Ops 3 طور الزومبي وبالذات ماب زيتسوبو نوشيما. لو كنت قاعد تلعب مع صاحبك احيانا ممكن تشوف الشخصية اللي قاعد يلعب فيها صاحبك واقفة جنبك وقاعدة تطلع على الحيط بشكل جدا غريب، وهذه نسخة عن شخصية صاحبك، هو مو فعليا صاحبك اللي واقف قدامك، لا نسخة عنه حتى مع اسم صاحبك نفسه، ولو قربت منها رح يصير معك هالشي. في لعبة بايوشوك 2 في بعض الأجهزة منتشرة بالماب تروح وتلبس نظارة معينة أو تحط عينك في الجهاز وتشوف فيلم قصير. لو تابعت فيلم قصير بأحد هالأجهزة في مكان معين راح يصير معك الشيء التالي. في لعبة Red Dead Redemption 1 في شخصية جدا غامضة تتكلم مع البطل وتطلع من لا مكان، والشخصية هاد لابس بدلة سوداء وقبعة سوداء، ولو حاولت تطلق عليه أو تذبحها راح تشوف إنه الطلقات عم تعدي جسمه كأنه شبح. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Your name or I won't be responsible for my actions. Oh, but you will. You will be responsible. This is a fine spot. See you around, cowboy. Damn you! Yes, many have. طيب خلنا حاليا نروح للعبة Red Dead Redemption 2. في مدينة باللعبة جدا مهجورة، ولما تقرب منها سكانها بيحكوا لك بعد عن هالمدينة. سكان هالمريضة عم يمرضوا ويموتوا بشكل جدا كبير لدرجة انه صاروا يحرقوا الجثث ما عم يلحقوا انه يدفنوهم، واكثر من شخص بالمدينة قاعد يقول انه عم يشوف شخص لابس بدلة سوداء وقبعة سوداء قاعد يطلع فجأة في المدينة ويختفي بشكل جدا غريب. So, not sure you passed through Armadillo at all. Place like hell on earth these days. Used to be quite a nice little town, too. Now it's just dust storms and disease and death. They taken to burning bodies because they can't bury them fast enough. I mean, when you see it, it really feels like something biblical. And I ain't a religious man. You can't help but thinking, this can't be of natural causes. Folk there are calling it a curse. And I ain't a superstitious man, but it's hard not to see it any other way. They are saying this figure appears sometimes there in the distance. Black suit and big top hat, then disappears. Shadowy, like he ain't of this mortal realm. بس تدور هالمدينة رح تلاقي انه في جنبها غابة مهجورة، جوا هالغابة في كوخ صغير. هالكوخ مجرد ما تفوت عليه راح تلاقي فيه شموع بكل مكان وفي لوحة غير مرسومة. اطلع من هالكوخ وارجع له بعد فترة راح تلاقي انه تم رسم القليل من هاللوحة.
اطلع من الكوخ ورجع له مرة تانية رح تلاقي انه تم رسم اللوحة بشكل كامل. لعبة هيتمان 2 بأحد المشينات وانت قاعد تلعب لو طلعت لفوق وأيمت راح تلاقي في لوحة مكتوب عليها عملية طرد الأرواح قيد التنفيذ وراح تلاقي هالتمثال. أخليكم مع الباقي. ديمو لعبة سايلنت هيلز بي تي الملغية من أكثر الألعاب المرعبة اللي لعبتها في حياتي. اللعبة بدون شيء مثل ما شايفين مخيفة ومرعبة، بس احد الاشخاص من شهرين تقريبا اكتشف جلتش بسيط يخليك تطلع من برا الشخصية، يخليك تشوف كاميرا وتشوف شخصيتك هو قاعد يتمشى، والشيء اللي اكتشفه يخلي اللعبة لسه مرعبة اكثر من هيك. الشيء اللي اكتشفه انه الجنية او الشيطانة ليسا اللي بنشوفها باللعبة دائما واقفة ورا اللاعب، دائما حتى لو ما تطلع لك دائما هي واقفة وراك، لو تطلع وراك راح تعكس وتصير وراك بالجهة الثانية. فإيه لما تلعب اللعبة مرة تانية حط ببالك إنه الجنية دائما وراك فعليا. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom. He lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point blank range. يا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو اكثر لغز مخيف شفتوه بهالفيديو. وبس كان معكم شركيات شركة كيشكم ديها التاني ان شاء الله. مع السلامة.